السلام عليكم، كيف انتم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديال الفطار. اليوم ان شاء الله نحضر معكم الغريبيه البهله، كتجي لذيذه وسهله بزاف، وكنتمنى تجربوها وتخليوا لي تعاليق ان شاء الله. غنبداو. عندي 50 غرام ديال الجنجلان ولا نص كاس ديال العنبه، واحد الساشيه ديال الخميره، 250 غرام ديال الدقيق الفورس، 90 غرام ديال الزيت، 40 غرام ديال الزبده اللي ذوبت حتى زالت من هذيك الزبده، 50 غرام ديال اللوز مكمون اللي حمرت غير خفيفه، واحد التحميره خفيفه باش كيبقى مقرمش، وواحد الشاشيه ديال فانيلا. وانا استعملت واحد ربع معلقه ديال الفانيلا بودره حيت كتكون شويه قويه في المذاق، 80 غرام ديال السكر، سكر طحنته ترجع بودره عاد غادي نستعمله. اش كنديروا؟ كنديروا كل شيء في الاناء، كنكل في واحد في ديك البلاصه، هذيك الطبسيل في غادي تخلطوا، كدير كل شيء الا اللوز. اللوز كتخليوه حتى الاخر، في البدايه كتبان لكم بحال كتكون شويه ناشفه، ولكن الا زيتو كدلكوها راه غتلقاوها كتكون كترجع طريه شويه، كترجع مزيانه ما كتبقاش ناشفه. هاد البهله هادي كتجي زوينه بزاف مع كيكون اللوز مكمول فيها، بنادم ما غاديش يبقى غادي يعط فيها غيلقى هذيك اللوزه من الداخل، كتجي لذيذه بزاف، كتزيد واحد اللذه زوينه. المهم جربوها وكنتمنى تخليو لي تعاليق. كنديروها في الفران، فران كيكون سخنته واحد 15 دقيقه قبل، انا طيبته في الفران 170 درجه 40 دقائق. المهم حتى كتشوفوا الحلوه ديالكم راه تحمرات وشد خدات اللون ديالها اللي زوين، صافي كتزولوها. المهم العافيه كتكون الاول من الفوق، لما اللي عنده الفران الغاز عملوا العافيه من الفوق حتى كتشقق، حيت الحلوه البهله ضروري تشقق، هذيك الساعه كتشعلوها من التحت باش تحمر لكم شويه من التحت. الساعه اللي كتشوفوا راه خلطوا العجينه ديالكم مزيان، كتكون طريه راه كتكون ساهله في الخدمه ديالها، ساعات كدوزو كديرو فيها اللوز وصافي كتكوروها. انا خرجت منها واحد 16 حبه، ولكن اختيار كيبقى ديالكم، ديرتوهم صغيره يخرج لكم كثار. انا عندي اليد ديالي شويه كبيره، اللي عنده يد صغيره راه غادي تخرج له كثار. وجربوا ديك اللوزات، وفي اللوز خصو يبقى لداخل ما يبانش كاع من برا، باش اللي عطى عاد كتبان له هذيك اللوزه من الداخل. شوف راه كيما كتشوفوا راه كنكوروها، اللوز كيكون بقى من الداخل، كنكوروها الاول هذيك الساعه كنمزعها شويه، كنقرصوها غير شويه اذا ما بين اليدين ديالنا، باش كتساعد لينا حتى داك التشقيق يتشقيق دغيا. راه كل حلوه كيكون فيها جوج الحبات اللوز حتى لثلاثه، اغلبيه الحلوه الحبات كانوا فيها ثلاثه الحبات. صافي كما قلت لكم كنطيبوها، كتشقاق كتجي زوينه وفنه ولذيذه بزاف، كنتمنى تجربوها وتخليو لي تعاليق وديروا جيم باش الفيديو كيطلع بزاف الناس يشوفوه. ونقول لكم حتى فيديو مقبل ان شاء الله. الله يعاونكم وبسلامه.